اهلا بكل حضراتكم من جديد. رجعنا لكم عشان اخر بقى فقره في حلقه النهارده، فقره السوشيال ميديا والسؤال اللي كنا سالناه كل حضراتكم في بدايه حلقه النهارده عن طقوسكم اثناء مشاهدتكم لاي مباراه مهمه للنادي الاهلي. بتحبوا تعملوا ايه؟ بتكونوا قاعدين مع مين؟ بتكونوا قاعدين فين؟ الى اخره. ده كلام صحيح، وانا برضو عايزه انوه ان احنا دلوقتي فاتحين اللايف ستريم والتعليقات انا على فكره بقراها اهي موجوده. في ناس عماله تتكلم بعض، يعني فاهم، في ناس عاملين كونفرسيشن بيكلموا بعض وهم بيتفرجوا دلوقتي على 10 الصبح في الاهلي. بكل حال برضو لو حابين تبعتوا لنا اي حاجه، انا الكومنتس كلها دلوقتي قدامي بتطلع. في سؤال كنا سالناه من فتره وكنا عاملين عليه جايزه اللي هي الالبوم بتاع الاهلي لو حضراتكم فاكرين، والسؤال ده كان تحديدا متى اسس ملعب التتش وكان اسمه قديما ايه. ناس كتيره جدا بعتوا لنا، وانا وكريم سحبنا ثلاث اسامي تحديدا، والاصحاب الاجابات الصحيحه والاجابه برضو خليني اقولها لحضراتكم قبل ما ننوه على الاسامي اللي كسبت، كان طبعا اسس عام 1909 وكان بيسمى الحوش. طيب مين اللي كسب؟ كانوا ثلاثه، كان محمد ابو رسلان ده اول واحد كسب معانا، صورته هتنزل قدام حضراتكم دلوقتي وهو استلم الالبوم وصورته هو مستلمها، لان احنا ما كناش عارفين نوصل له. يعني كان في عندنا صعوبه شديده جدا ان احنا نوصل للي فازوا، لان كان في ناس من محافظات مختلفة كمان ما قدروش ان هم يجوا عندنا. فهو دلوقتي استلم الالبوم بتاعه محمد رسلان واتصور بيه الصورة قدام حضراتكم. مبروك يا محمد مرة تانية. كان برضو من الناس اللي فازوا كانت دعاء خضري، بس هي دعاء لحد دلوقتي احنا مش عارفين برضو نوصل لها، فلو حد يعرف دعاء يا جماعة قولوا لنا، دلونا على دعاء يا جماعة. الالبوم بتاعها يعني الالبوم بتاعها ايه جاهز، وده دلوقتي الاكاونت بتاعها لو حد يعرف يتواصل معاها. هي قافله المسجز فاحنا مش عارفين ان احنا نبعت لها او نتواصل معاها. لو هي بتتفرج علينا دلوقتي يا دعاء انت فين، ولو حد يعرفها يعني يقولوا لنا علشان احنا عايزين نسلمها الالبوم بتاعها. ثالث واحد فاز معانا كان يوسف خالد. يوسف خالد جه بقى هنا هو ووالده واخوه الصغير واستلم، وهو حبيبي حاطط صورتنا معاه كمان بروفايل على تويتر، هي دي صورته هو واخوه لما جم استلموا. وبابا كان بيحكي لنا يعني ان هم جم طريق سفر علشان بابا اخد اجازه كمان اليوم ده علشان بس يجي يسلم علينا ويستلم بنفسه الالبوم. مبروك يا يوسف عليك مره ثانيه. وفكره الجوائز دي بنوعد حضراتكم ان شاء الله ان هي هتبقى معانا ثاني قريب، والجائزه كمان هتبقى حاجه افضل، وكل مره كده نقعد نعلي في الجوائز ان شاء الله هيحصل. طيب تعالوا بقى دلوقتي بنوصل لاجابات حضراتكم على السؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقه النهارده عن الطقوس اللي انتم بتهتموا بيها اثناء مشاهدتكم لاي مباراه مهمه للنادي الاهلي. البدايه هتكون مع القمر دي، مع لورا القمر الجميله واللي وشها يعني وش الخير على النادي جميلة الاهلي جدا. والدها شاهين بكر بعت لنا بيقول صباح الفل عليكم، احلى نهواند واحلى كريم، انا متعود اتفرج مع اصحابي لكن مباراه النهائي ان شاء الله هتكون مع لورا اللي جت الدنيا يوم حسم الدوري وكان اول دوري ليها، وان شاء الله يكون وشها حلو وناخد التاسعه وتكون اول بطوله افريقيه. الصورة دي بجد جميلة جدا، ربنا يحميها لك وتطلع كده تبقى أهلاوية مشجعة كبيرة أو لاعبة أو لاعبة مثلا. جميل. طيب نروح لفارس بيقول أحب أشوفها لوحدي في البيت بعيد عن الصداع حتى أستمتع بالمباراة ودايما يكون معايا فنجان قهوة. أنا قلت لك في ناس كتير هتبقى حابة في البيت. طبعا يوسف شعبان صباح الخير والسعادة على أجمل قناة وإن شاء الله إفريقيا أهلي. بالنسبة للمباريات المهمة أنا بتفائل وأنا بتفرج مع حافظ جبر ومحمد ماهر وعمرو وائل ومو عبد الحميد وأحمد شعلان ومصطفى شعبان. وعلى فكرة يا نهاوند أنا اسمي يوسف شعبان عشان المرة اللي فاتت قلت اسمي غلط، وبالتوفيق ليكم. يعني وارد وارد يعني. طب يوسف شعبان دي ظاهرة جدا. أنا قلت يوسف إيه؟ يلا مش مشكلة. محمود قاسم قول له يا حسن، حسن سليم بنعمل إيه لما بنتواصل مع بعض في أي ماتش مهم عن طريق الفيس؟ يوسف محمود صباح الخير على أحلى وأجمل وأروع قناة في الدنيا، أنا بتفائل وأنا بتفرج على المباريات مع أخويا ومع أبويا. طارق موسى صباح صباح اهلاوي زي العسل على الاستاذ كريم ونهواند، احب اقول ان كل ماتشات الاهلي في الدوري الممتاز وكاس مصر ودوري الابطال حلوين جدا. طب انت بتتفرج مع مين؟ ماشي. عمر جاوبنا بقى، عمر وليد نصار بيقول المباريات المهمه اكيد بتبقى احلى لما تشوفها بره مع اصحابك والجمهور او لما تشوفها مع افراد كتير من العيله، وطقوسي في اليوم ده بقفل موبايلي او اول ما الماتش بيبتدي وما بفتحوش الا بعد الماتش بساعه وبس كده. خالد حسين بيقول ان هو بيقفل يعني الاوضه عليه وما بيحبش اي دوشه وبيخلي التلفزيون مهم التلفزيون يبقى بعيد عن مسافه وما يكونش حواليا من
مش عارفه اي حاجه معدن اوكي فهمناك انت عشان ما تكسرش بالظبط كده. عبد الله الشرقاوي بيتفرج على المباريات المهمه مع اصدقائه البروف هشام خالد وبيتفائل بمحمد صابر. جمال الشعر ما احبش اسمعه، ما حد بحب لوحدي، العزب عبود مع صحابي، اسلام صلاح بتفرج معاهم ولو خسرنا اخر نهائيين كنت معاهم، عشان كده قررت اغير الطقوس مش هتفرج معاهم على الماتش اللي هم مش عارفه ده ايه اسهاده ومحمود ابو ضيف، يعني دول اصحابهم. احنا الحقيقه جات لنا يعني كم كبير جدا من الاجابات، ولكن احنا محكومين بفتره زمنيه معينه قلنا بس اللي رايكم ما تيسر يعني للاسف اخذ من وقتنا، بس احنا برده بنوعد حضراتكم كل فقره كده اسبوعيه هيبقى معانا برده اجابه او اجابات اتعرضت يعني او ما قدرناش ان احنا نعرضها يعني في الفقره او في الاسبوع ده. استاذ كريم ويكند سعيد، ويكند سعيد ان شاء الله وعلى الجميع، ونعود مره ثانيه ان شاء الله يوم الاحد وبدايه الاسبوع و10 الصبح في الاهلي، خلوا بالكم.